تعرف حلو الأردن يعني كله بيلبس نفس اللبس، كله بيحكي نفس الحكي، وأي شيء غريب بالكل بنتقده مع بعضه بنصفه نسف على السوشيال ميديا. لما طلعت على أمريكا بلشت أشوف الاختلاف. هون كانت نقطة التحول، لأنه كانت في البداية شوي صعب إنه أتقبل الموضوع، بس بتذكر إلى الآن إنه أول 3 أسابيع اللي في أمريكا ما نطقت ولا كلمة مع واحد أجنبي غير يس ونو، وأتجنب أي conversation لأنه اكتشفت إنه أنا عندي كمية insecurity عالية بخاف أحكي، خصوصا إنه كان معاي صاحبنا الله يستر عليه بتعرفه، كان تعرف محسسني إنه أنا حمار وهو اللي بيعرف كل إشي، فإنه أنت خليك جنبي أنا راح أحكي وأنت ضلك ساكت. فكنت كل ما أشوفه بيحكي يا أخي أشوفه طول الوقت بس بتأتئ وفاتح تمه مش عارف شو بيحكي، فأنا بحكي بعقلي يا أخي والله أنا بقدر أحكي، وهذا الزلمة فهمني إنه بفهم كل إشي وطلع ولا حبه. فأنا هون قلت أوكي، أنا حرجت حالي كثير بسبب هذا الإنسان وكنت ملقن عليه كثير. طبعا من قبل ما أطلع على أمريكا ليلة السفر الشباب هيك مسكوني اللي بيعرفوه قبلي قالوا لي اسمع أي شيء حكى لك إياه لا تصدق، أوكي أنت هناك راح تروح تتطبل بس أبدأ أكتشف. والله فعلا يعني شفت إنه المقلب، فقلت هسا أنا لوحدي دبر رأسك كبير. وبعدين انطلقت بلشت أحكي زي هيك، واكتشفت إنه أنا بقدر متمكن مش محتاجه أساسا. وطبعا يعني هو يعني الله يذكره بالخير ما كانش بارتنر سيء أو روميت سيء، بالعكس كان أحسن روميت عشت معاه بحياتي، أكثر روميت فهمت معاه بالدنيا، كانت حياة معه حلوة ضمن روم الاختلافات. ولكن قدرت إني أكتشف حالي وقدرت إني أكتشف أتقبل الاختلاف. وطبعا أنت في البداية أكيد راح ترفض وجود الجيز، راح ترفض وجود كثير أفكار، بعدين حيصيروا تسمع كلام من الناس لما أنت تعبر عن رأيك يحكوا لك إنه أنت عنصري، فأنت تستغرب إنه ولش هيك تعطوني إياه بعيني إن أنا عنصري، وأنت تكتشف إنه أنت عنصري لأنه أنت مش من حقك تأذي غيرك وتأذي مشاعر غيرك إذا هو مش ضارك. أوكي، فاكتشفت إنه هذا الإشي غلط، يعني أنا كان فيه غلط، أنا كنت سامح لحالي إنه أنا أردني، وإحنا بالأردن اللي مش عاجبنا بنحطه على الفيسبوك مباشرة، فهمت علي؟ بدي أسألش شو مشاعر الناس، فاكتشفت إنه أنا مش من حقي، يعني إذا بدأ هو مثلاً له اتجاهات ميولات مختلفة هو حر، ما دام ما إجى أثر علي ولا إجى يعرضها علي ولا حاول يخليني إنفولف، فأنا شو دخلني؟ يعني ليش أرفضه وأرفض وأعتبره إنسان سيء؟ أنا ما بعرف شو ظروفه وشو الهيستوري تبعه. فتعلمت تقبل الثقافات الأخرى، تقبل وجودها، ولكن لا يعني أنه لازم أكون جزء منها، بس أنه رفضك لهاي الثقافات ومحاربتها أنت هون بتعمل خلل في المجتمع أساساً. يعني إذا في خلل بتزيد الخلل، لأنك أنت بدك إذا أنت شايف أنه هذا الإشي غلط فأنت عم بتعالجه بغلط أكبر، أنك أنت بدك تهاجمه. صح، فلا تقبل طبق مبادئك على نفسك.